اقوى فيديو مقارنه بين المرسيدس والبيم هتشوفه في تاريخ حياتك. طبعا ما درت فيديو قبل اني جبت المرسيدس والبيم وقلت ان انا افضل بيم. خشوا جماعه المرسيدس شن قاعدوا يسبوا في البيم وقاعد يقولوا البيم كلبه الوش. انت هيك استفزتني، ولما تستفز حاتم اعرف ان في بركان جنب بيتكم راح ينفجر. انت تو جاي تستجرأ وتقارن البي ام بالمرسيدس، لعلمك بين البي ام والمرسيدس في اودي وفي فولكس فاجن، والمرسيدس بعدين الاوبل باش يكون عندك علم. بس والله الاودي ما زال ارقى من المرسيدس. المرسيدس شركة طايحة بها وكلها مشاكل يا جماعة. أنا نجيب 11 سنة في سيارات من أوروبا، جايكم فيديوهات وبلاوي سوداء. كل ما نجيب مرسيدس فيانو من الخليج ديما مشاكلها، المكيف مضروب ومشاكل كهرباء ومخلطة زيت ومية. تعرف يا جماعة اللي يقولكم المرسيدس ما فيهاش مشاكل كهرباء هذا كذاب، والله طول عمر المرسيدس مشاكلها كهرباء وكمبرسوري مكيف مضروب. يا جماعة جبنا مرسيدس فيانو بعتناها ليبيا شرناها موديل 2018 ماشي 34000 ومكيفها مضروب كمبرسوري مضروب. والله طول عمر المرسيدس تسرق من البي ام دبليو، تسرق في الشكل، تسرق في الافكار، تسرق في التقنية. صاير زي السامسونج والايفون، الاول تطلع السامسونج الفكرة وجي ايفون تديرها بعد سنتين ثلاثة تقول لك هي درناها. قصدي بعد ما الفكرة خلاص ولا قديمة وعادية جي ايفون تقول لك اني درناها. نفس المرسيدس يا جماعة بالله عليكم، مين اول من دار فكرة الاكس 6 هي اللي هي سيارة سيدان في منظر اس يو في؟ اول من دارها البي ام ولا بعدها جت المرسيدس قلدتها طول في الجي ال اس والجي ال اي. طول ما فيش تاني سنة قلدت الشكل، ومع ذلك المرسيدس هذه فاشلة. تنوريكم العاري، ركزوا معي يا جماعة، هذه مرسيدس جي ال اي باهي موديل 2013 نظني. طبعا هذه جزيرة هو بيدير عليها دريفت، يحسبها زي البي ام، يفك الكنترول ويدير دريفت. المرسيدس رزينة تقيلة مش بتدير دريفت. شوفها هتنقلب بروحها يا جماعة، والله ما دار لها حاجة. شوفها اهي انقلبتها ما ضربتش في ولا حاجة، ما فيش اهي انقلبت بروحها يا جماعة. شوف العار بتاع المرسيدس، شوفوا يقول لك مرسيدس. طبعا هذه الـ A170 موديل 2001 كانت عندي المرسيدس في اوكرانيا، كنت مديرها شبشب. اوكي والله يا جماعه نط يوم الصبح لقيتها مطلع زيت، الكراسي محروقه ومطلع زيت من الخلف. شو في باهي حتى تحت الكرسي ما فيش حاجه، وديتها الميكانيكي قال لي ما فيش تحت الكرسي منين جاي الزيت هذا، وحارق الكرسي زياده. والله العار اقسم بالله يقول لك هي اللي كانت عندي، يقول لك مرسيدس. شوف يا جماعه تحكم البي ام، شوف الله يبارك، شوف ما فيش غلطه. شوفها هذا تحدي الطرابيش باهي. شوف الاودي حتى هي الله يبارك. تو شوف المرسيدس نتاع العار، تو شوف تبدا تهرب في دريفت في التحكم. شوفها تحكمها سيء المرسيدس والله. شوفها شوف التحكم. شوف مش سجلنا دانونا دانونا اخوي. شفت العار شو صار لها مرسيدس ولا شل شبه يعني دلبها برناوت، الزيت طلع على المحرك والمحرك خلاص دخن خلاص هتبقى محرك. شوف الهيكل كيف ساح حتى من مية البطارية شكله. تبقى العار لوح علي ولوح. هذه يا جماعة سيارة جديدة صفار، شوفها فيها تشيك انجن، هي جديدة شوفها ماشية 1 كيلو، يقول لك مرسيدس. شوف العار والصناعة الرديئة مشاكل مرسيدس. شوف ها شوفه بالله، شوف الاودي كيف تفتح، شوف شوف الفخامة، شوف البي ام العز يا شيخ. تو شوف العار هذا. شوف المرسيدس العار، شوف مشاكل الكهرباء، شوف. قسم بالله هذا عار ما بعد عار، الفتحات وهمية متاع المراميط في المرسيدس. شوفه شوفه. Now one of the reasons I prefer the لكن وراك الاودي، شوف الاودي فتحات حقيقية متاع مراميط. شوفه مش العار بتاع المرسيدس. طبعا عارفين مقطع الولد الروسي اللي ولع في المرسيدس اللي هي الجي تي 63 اس اي ام جي، هذه اقوى سياره مرسيدس صنعتها شركه مرسيدس. هو فعلا ولع فيها مش لخاطر المشاهدات وكي، قال لك ان هي تعبتني مشاكل الكهرباء. لما داروا معاه لقاء قال لهم والله مشاكل الكهرباء كلها، واحد قال لك تعبتني. شوفها هذه مرسيدس ثانيه اللي قلدت البي ام، عشان مره ثانيه ما عادش يقلدوا البي ام. شوفها ولعت بروحها. هذه طبعا مقطع هذا صار في روسيا، هو ماشي فيها قال لك بديت في دخان نزل من السياره ولعت السياره. انا انصحكم يا جماعه والله بجديات ابعدوا عن مرسيدس، رداءه رداءة الصناعه بالله عليكم. شوف يا جماعه هذه مرسيدس الاس 2021، شوفها وهي مطفيه ولعت بروحها. شوفوا وهوريكم حاجه توا، ان المحرك مش ولع فيه النار. اي ميكانيك يقول لي شنو معناها هذه، سيبك مني اني اي واحد يفهم في السيارات حتى بنسبه 5% قول له ولعت من عند وين في الفيشات يا راجل. شوفها مشاكل الكهرباء مفتوح، شوفها فتح الكبوت ما فيش حاجه، المحرك شو معناها؟ والله كلها مشاكل كهرباء المرسيدس.
كهرباء ومكيف، سيارة تعبانة. هذا عيل يا جماعة بتاع مرسيدس، عيون دروحها بحكمة بيم اكس 5. شوفها البيم ما صار لهاش ولا حاجة، شوفها. شوفها البيم ولا حاجة يا جماعة، تكسرت البصيص، الديسكو تكسر. شوف العار، شوف العار يا ناس. يقول لك مرسيدس والله ما تخمس ربع البيم. وهذا كتك خرا، شوفوا كيف هذا هو كتك، شوفوا من هنا يتبطل مع مرور الوقت. شوفوا ندمت والله، والله ندمت. ابو فلان اليوم شو عنا عروض للمتابعين؟ شوف يا جماعة الرداءة متاع تصنيع، تقول كارديو هذا شني؟ هذه مرسيدس هيكي. والله حتى الكوري والياباني ما داروا العار هذا. باهي والراجل قال لك ندمت اني شريت مرسيدس. بالله عليك نشوف العار، حتى هذه انحرقتها. هذه الاس ال 63 ام جي من اقوى وافخم مصنعة مرسيدس، ولا وكاتب ان العين صابتها. تو حد معدل عليك ولا شايفها؟ هي كلهم مشاكل كهرباء وكلهم يولعوا وكلهم نهارهم سود المرسيدس. يقول لك العين شوفها، بالله شوف رداءة الصناعة بتاع مرسيدس. شوف ولا تسير الكوري والياباني، والله يشوف العار. شوف هاش هاتي، شوف هذا شيني هذا. هذا اختبار الحوادث. الاودي يا عيني عليك، البي ام يا سلام عليك، المرسيدس العار عليك. شوف العار، شوف بصات يا سلام عليك. طبعا الملكة الفولفو في الحوادث، الملكة الفولفو. شوف يا جماعة، هذا الجي تي 63 اس ام جي، هذه اللي حرقها الولد من بدري. باهي ومتعدلة سباقات زيادة. شوفوا كيف طلع طرع شوية، طلع ضغط. شوفوا كيف طرع، والفرين ما اشتغلش فرين. شوفها لأنظمة الفرنوات تشتغل لحاجة. شوفها خش طول قربيع. تقول طيب لك مرسيدس والله إلى سيارة فاشلة، وطول عمره مفشل المرسيدس. طبعا شوف العروسة المرسيدس طلبت من العريس البي ام يدافع عنها. شوفها البي ام، شوف المتانة يا معلم، شوف كيف دفت السيارة. شوف على خاطر المرسيدس تطلع، لأن عارف المرسيدس ما يقدرش يديرها تتكسر. تصميم ثوري ما تجرب قبل هيك لا منها ولا من أي شركة ثانية. وهون احنا بنتذكر الفئة A أول ما طلعت سنة 1998 كيف تعرضت لمشكلة تصميمية بتخليها تقلب على سرعة 60 كيلومتر في الساعة عند تغيير المسرب الفجائي. وبدينا من سنة 1996 نلاحظ انخفاض جودة سيارات مرسيدس بشكل كبير، خصوصا الصدأ اللي ظهر على السيارات بسبب اعتماد دهان بأساس مائي بدل دهان بأساس زيتي على كل السيارات من سنة 1996 وطالع. وصلت مرسيدس للقاع في موضوع الجودة في الفترة من 1999 لـ 2002، وسنة 2004 حصلت مرسيدس على المركز التاسع كأسوأ ماركة سيارات من ناحية الجودة، وثلاثة من موديلات مرسيدس حصلت على الأسوأ في فئتها من ناحية الأعطال والمشاكل، وهم الفئة ML والفئة V والفئة A. بعدها فكرت مرسيدس بأنها تحسن جودة موديلاتها لأن سمعتها انضربت بين ماركات السيارات الفاخرة. يا أجل شوفها، حتى الشاحنات المرسيدس فاشلة. شوف البساط الله يبارك كيف يدفها، شوف عالقة في التلجة ما فيهاش أنظمة، تعبانة. والله أسوأ شاحنات المرسيدس، إسكانيا والداف والأفك وخير منها. طبعا احنا كسبنا مرسيدس اني وبوي وكلنا، وسيارات كلها مشاكل. اني نجيب في دلائل وحقائق وفيديوهات قدام عينكم، وهي مشاكل سيارات مش سواقين. اوكي هو يخش يكتب لك زي العيل الصغير مفرخ، البي ام كلبة تورش، المرسيدس عز والبي ام تهز، كلام واحد ما يف حافظ كلمتين ويقول فيهم، فمشيش هو يتكلم معاي لانه بيني وبينه 100 سنه ضوئيه. ريتم بتاع المرسيدس لما جاي يحكم على البي ام مش نصار له ضرب البيم متكسر الديسكو متاعها وقعمست السيارة. اي لقد قرصني الحنش، ان السم يجري في عروقي، لقد قرصتني هذه البي ام. انت جيب البي ام الوطوات، في سيارة مرسيدس تسطرب زي الوطوات؟ والله ما في. الكنترول والهاندلنج متاع البي ام والله المرسيدس تقعد عمره كله ما توصله. يا راجل بي ام خشت موسوعة جينيس انها 8 ساعات تسطرب دريفتنج، كان المرسيدس ولا المحرك طلع من جنابها بيوم. أنا أقول لكم حاجة، هي المرسيدس ما تتقارنش بالياباني والكوري، أنا مش معنى ننسب فيها البي ام أسد والمرسيدس هذه ضبع، لكن ما نقدرش نقارنها بالقطاطيس والكلاب اللي هم زي الياباني والكوري. فالنصيحة اللي أعطيها لك أن يخدها ولا والله المرسيدس ولا ابعد عليها. الأودي والبي ام أرقى منها، والفولكس فاجن أفضل منها، البصات والجولف والبيتل والله هذا مضفرهم برقبة المرسيدس. مرسيدس طايحه بها اصلا من زمان مش توره. هذه قرصه ودني يا جماعه المرسيدس، والباك مره ثانيه تحط عينك في عين بي ام. المرسيدس رديئه من قبل وطوه، اصبحت رديئه اكثر في صناعاتها الجديده هي،
ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي، أهم فيديو في تاريخ حياة التيك توك.